لعبها في ليفا احنا في الدوري. أحبتنا في كل مكان، أرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة أهداف. تبقى أهداف عالقة في الذهن في حقب مختلفة من عمر الرياضة الكويتية أو حتى الخليجية. فرحنا بها كثيرا، حزننا فيها كثيرا عند الخسارة، الفرح عند الفوز. هكذا هي عالم كرة القدم، وهكذا هي الحياة، فرح وحزن. سنبقى معكم بإذن الله تعالى في الكرة أهداف. بعد الفاصل سنبدأ المشوار. كاظم والكويت في بطولة المغفور لابن الله تعالى محمد المحسن الأخرى في 2004، ودائما مباريات كاظم والكويت مباريات مختلفة، دائما تشهد مجموعة الأهداف. من النادر أن تجد مباراة تجمع الكويت وكاظم تكون نسبة الأهداف فيها قليلة أو حتى تكون بالتعادل السلبي، دائما فيها نسبة أهداف. نشوف كاظم والكويت ماذا فعل. كابرالي فوتها بشكل حلو لفان بيتا، فان بيتا إلى حسين حاكم، وحاكم إلى عادل عغلة، يهدي اللعب ثنائي في النص، عادل يرجع ورا شوي يتقدم منه وليد علي، إذا تقدم عادل تقدم وليد، والآن عادل هو اللي تقدم وراح يشوت شوته، هي سهلة لكنها في الجول، سهلة لكنها في الجول، والله كرة سهلة من عادل عغلة في الدقيقة 24، في الدقيقة 24 في اللحظة اللي أيضا كانت الصورة تتجه إلى جوهان أبو كام مدرب نادي كاظمة، وهدف أول في الدقيقة 24، هدف أول في الدقيقة 24 عادل عغلة. اصبح له الحقيقة، شوف شوف شوف، يعني هي رايحة سهلة، شوف شوف وليد علي بادله لما يتقدم، وعادل لما شوف شوف أخذها لمها بشكل حلو، وشوف اللعبة، يعني شوف اللعبة، إذا الكرة إذا وقت يقول شوف عادل بشماله سهلة وضربت في الأرض واخدعت حارس المرمى اللي هو أحمد الفضلي، والهدف الأول لصالح نادي الكويت، هدف الأول لصالح نادي الكويت. عادة اللي ما شاف الهدف يشوفها. فان بيتا، وليد علي، فرج لهيب، وليد علي فرج لهيب يحاول أخرها يتركها لطلال يوسف إلى فرج لهيب، فرج لهيب، الله حلوة في المرمى الحقيقة، فرج لهيب بيسقطها في مرمى كاظمة، والهدف الثاني في الدقيقة 42، في الدقيقة 42 من شوط المباراة الثاني، هدف للكويت عن طريق شوف 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 طلال يوسف لعبها حلوة طلال لفرج لهيب، وشوف شلون سقطها، برافو، خبرة خبرة الحقيقة، وفي مرمى أحمد الفضلي، شوف 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 لحظة تقدم أحمد الفضلي، نغزها نغز شيري من فوقه وحطها في المرمى، طبعا دولي معروف، دولي معروف فرج لهيب، وهدف جميل أيضا لنادي الكويت دقيقة 42، والهدف الأول كان في الدقيقة 24، وماشية معاه توصل وليد علي، وليد مد الصبيح، الصبيح يعلي لفرج لهيب، وطلال يوسف، طلال ممكن يشوت، ممكن يشوت، أشقرها ولف ولعبها قوية، لعبها قوية في المرمى جول، لعبها في المرمى قوية جول طلال يوسف،
طلال يوسف الدقيقة 44 دقيقة 44 تلاعب بالدفاع مرة يمين مرة يسار. شوف 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 أخذهم الآن أخذهم باليسار شوف أخذهم باليمين ولعبها في اليسار بالزاوية الصعبة الحقيقة بالزاوية الصعبة الحقيقة على حطها جول 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 هدف خالد الفضلي 3-1 شوف الفضلي متقدم عن مرماه الفضلي متقدم عن مرماه والكرة خلفه في المرمى 3-1 دقيقة 45 ثلاث دقائق وقت بدل ضائع يحتسبهم حكم المباراة كرة حلوة الحقيقة كاظمة الحقيقة ما شفنا اللاعب اللي لعبها على طول بفرحة الكويت وعلى طول لعبها لأن خالد الفضلي يتحمل مسؤولية كبيرة لأنه هو آخر لاعب ومن فوق جاسم يلعبوا جاسم يلعبوا في بطولة الخرافي 2004 كاظم النصر و2004 برز لاعب قال له مشاري العازمي ومشاري العازمي ما شاء الله تبارك الرحمن لعيب كان عمره ذاك الوقت في هذه المباراة 19 سنة الله يمن عليه الصحة والعافية بس مشاري العازمي لاعب شوت شويت لاعب لياقته البدنية عالية لاعب مستوى مميز فكان من اللاعبين المميزين نعود إلى مرحلة الشباب كما نقول ولا زال الحمد لله شباب مشاري العازمي ونذكره في هذا الهدف الجميل اللي سجله بناي اللي كرة هذه خطرة جول أخيرا جول لكاظمة للبديل مشاري العازمي بديل ناشئ 19 سنة يلعب مشاري العازمي شوف 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 محمد العباد تسدد وتهيأت على طول العازمي وعرف كيف يتعامل برغم صغر سنه لكن مخه يبغى كبير مخه يبغى كبير الحقيقة اللاعب الصغير مشاري العازمي ويسجل أول أهداف المباراة أول أهداف المباراة عن طريق البديل الناجح في الدقيقة 23 من شوط المباراة شوف شوف إعادة مرة أخرى شوف يا سلام برافو الحقيقة محمد العباد واللعبة الصح ثنائية جميلة ويلعبها بكل ثقة جاسم يلعبوا جاسم يلعبوا في بطولة كأس أمير البلاد حفظ الله ورعاه لكرة القدم 1994 التقى كاظمة والشباب وساعات لما نحكي عن كاظمة في مرحلة التسعينات والله ما نطوف نتوقف مثل ما نحكي توقف الزمن لما كان لاعب قال له فواز بخيت كان أفضل لاعب ارتكاز في حقبة الكرة الكويتية خلال تلك المرحلة في التسعينات أنا حكي كان أفضل لاعب ارتكاز فواز بخيت لعيب مجهود وافر لاعب ذكي لاعب يصنع الأهداف لاعب يسجل الأهداف فواز بخيت لعيب 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 أنا بوريكم جول لفواز بخيت شوفوا الذكاء اللاعب شلون صاير خلونا نشوف بنتيجة الجهرة والفحيل في الدقيقة 28 فلاح فرحان من الجهرة سجل هدف الجهرة الأول تصبح نتيجة واحد الجهرة واحد لا شيء لفهيت اللعب على طول المسند إلى فواز وتعدي من الحارس أنا طبت على طول وحط فواز بالجول واحد أيضا مباراة كاظمة واحد كأن اشتغلت الغيرة أيضا بالنسبة للشباب لكاظمة الجهرة سجل هدف في الدقيقة 28 وكاظمة سجل هدف في الدقيقة 28 في الدقيقة 28 كاظمة وفي الدقيقة 28 الجهرة والفحيل هدف لنادي كاظمة هدف لنادي كاظمة الهدف الأول شوف 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 شلون لمست مو طبعا
تغير لو بالحشيش كان حارس المرمى يحوشها، لان لكن الارض شوف شلون الارض ولعبها فواز وحط ريله فيها فوق. شوف حاول مشعل، حاول يغطي مشعل لكن الكره فوق. جاسم يلعب، جاسم يلعب. أحبتنا في كل مكان، وصلنا معاكم إلى نهاية حلقتنا اليوم الكرة أهداف. إن شاء الله استمتعتوا في مجموعة من هذه الأهداف. بإذن الله تعالى هناك أهداف أيضا جديدة قادمة إن شاء الله يوم قد إن شاء الله. نلقاكم على خير، فالكم طيب إن شاء الله اليوم ودوم. مع السلامة. لعبها بلاي فهلا.